صعب وبعيد من كل مكان. الهدف الرئيسي يكون في تكاتف من كل الاطياف الحركه. احنا لقينا ناس استفزتنا، الامر ده لا يمكن ان احنا ندخل على اخواتنا واولادنا للمريض. من هنا بكل العدد الكبير من العروض الموسيقيه اللي بتتم لمصر طبعا مشارك في مجموعه من المساعد طعام عرض، بالاضافه لاشرافه على العمليه التجهيزيه وعمليه المتابعه لفكره الظهور او نادي المساعد، يعني كل ما يختص حتى بالمساله العمليه اللي انا بشكر سيد الدكتور صوفي معانا ام الظهور كبيره والمجال. هو المهرجان السنة دي العروض كلها داخل المسابقة 37 عرض مقسمين على مسارح البيت الفني للمسرح وقصر ثقافة الجيزة والمعهد العالي للفنون المسرحية، مسرح الهناجر، مركز الإبداع. العروض كلها عروض متميزة وبالمجان للمتفرج المصري. في تميز في العروض المقدمة لهذا العام، في ضيف شرف السودان هيبقى على المسرح القومي وهيبقى في مؤتمر او ندوه عن المسرح السوداني. في المهرجان برضو في ملتقى فكري بيقوده الاستاذ احمد وهو اتكلم عليه في المؤتمر دلوقتي، بالاضافه لنظره خاصه لمسرح الطفل اللي بيقدم 6 عروض ما بين المسرح للاطفال البشري وعرايس، بالاضافه لمجموعه من العروض اللي بينتجها البيت الفني للمسرح اللي هتروح بعض المستشفيات زي 57 وبوريش وبعض المستشفيات الاخرى. شكرا.